عنوان نهضة حلب افتتح معرض للأعمال اليدوية في ندوة الشهباء بالتعاون مع وزارة السياحة ليثبت مجدداً أن النساء السوريات ومنهن الحلبيات قويات في تحمل المصاعب والمشاركة بشكل إيجابي في المجتمع على الرغم من المعاناة من أزمات اقتصادية ناتجة من الحرب على سوريا بحضور فعاليات رسمية وشعبية وحزبية. أول شيء نحن كنا تابعين لغرفة سيدات أعمال غرفة صناعة حلب وغرفة أعمال سيدات أعمال غرفة تجارة حلب. هلا من هون أنا انطلقت ومن هون تعلمت فكرة المعارض وفكرة عجبتني. الفرق إنه أنا حبيت هذا قطاع خاص، إنه أنا حبيت أنشئه أنا، يعني عرفت كيف؟ شو القصة وليش شو خطرت لي هالفكرة؟ واحد، دعم المنتج الحلبي رقم واحد، تسليط الضوء عليه، هي أولاً. ثانياً، إعادة إحياء أسواق حلب. ثالثاً، حتى فرج العالم الست الحلبية كيف كانت معززة ومستتة ومرفهة بعد الحرب الصعب والظروف الصعبة اللي عدت فينا في يعني بوضعنا، تحولت من ربة منزل إلى سيدة أعمال داعمة للرجل كتف بكتف. هذا المعرض الحقيقة هو امتداد لبقية المعارض السابقة، وهو نحن صلنا فترة حتى بقية بالأيام الأزمة ما وقفنا ولا أبداً ما وقفنا، ضلينا عم نعمل معارض لأنه الست الحلبية عم تشتغل وبترجع بتبني وبترجع بتنهض بالبلد. حتى سميناه معرض نهضة حلب لأنه هلأ نحن بمرحلة يعني أقوى من قبل، معارضنا هلأ أقوى من قبل وأكثر، وبلشنا نقدر نلاقي المواد لنقدر نشتغل. قلت لك حتى في فترة ما كان في مواد وما كان في شيء كنا عم نشتغل ما وقفنا ولا سنة. المعرض الذي يستمر للحادي عشر من الشهر الجاري يتضمن مشاركة نحو 50 سيدة بأعمال يدوية مختلفة بقوالب ساحرة. مهم كتير مشان يتمش في استمرارية يعني للشغل وللتعب يعني لهالبنات اللي عم بيشتغلوا. شاركتي كتير كتير منيحة، خاصة أنا بشترك كمان على غرفة تجارة وصناعة، وهلا هي صارت أول مرة عم نشترك، يعني طول معيش أوقات شي ساعة أوقات شي يومين، يعني مثل هات يعني بطول شي أربع خمس ساعات يعني تطول معي. أكيد رح أكون مبسوطة وسعيدة بهالمشاركة وأنه في إقبال وأنه بشوف في إقبال على البضاعة وعلى كل شيء يعني. شهد المعرض منذ الافتتاح حضوراً جماهيرياً وأعلامياً واسعاً، وتميز بتنوع بديع شمل أعمال الإبر والصوف والمخرز وكذلك أعمال المجوهرات التقليدية ومأكولات المطبخ الحلبي الشهير.